محمد نبينا من نور هدينا، محمد نبينا من نور هدينا، من مكة على سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. قال المخلص مخلص يا ايها حدثنا عبد الله بن ابي الاسود قال وبيل حدثنا حميد بن الاسود عن الحجاج الصواب عن الحجاج مكوري الصواب قال حدثني ابو الزبير قال حدثنا جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجر النبي عليه الصلاة والسلام من سيدكم يا بني سلمة؟ من سيدكم سيدكي نواك يا بني سلمة؟ يا بني سلمة وكل إرادو يا سيدي زينا قلنا وحا نرقو لي جد بن قيس جد بن قيس لك غير هذا يا سيد نوح جد بن قيس على أننا نبخلك مع أننا نبخلك كفى سيد نوح مع ذلك وأن بخيل أو بخيل لما خشك ناوي بخيل ما خشك مع أننا نبخلك قال الرفع للنبي عليه الصلاة والسلام وأي داء أدوى من البخل ومعذر كحر باجر بخيل نمو بل سيدكم سيد بن عمر بن جمح عمر بن جمح لك الإله هذا سيدي دينا لك سيدي دينا أنا بخل ريك الشيخ أنه طوات بني سمعنا وكان عمر رفعها على أصنامه في الجاهلية هي أصنام سودة يعني معنا مسؤولك وضعها يقين كأها أيها وكان يؤلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تزوج نكا وقوها نكا أصدق الكرم بغا ما كون نبي وقوسنا يو أسيا ولي من عصي أولي جد أولي جد أولي حدثنا محمد بن سلام قال هو الربي قال فري حدثنا أبو شيب عن عبد الملك بن عمير بكوري قال فري حدثنا وراء كاتب المغيرة مغيرة بن شعبة كاتب في ساحة رادق ساحة قال فري كتب معاوية أيا صوبر رضي الله عنه إلى المغيرة بن شعبة مغيرة بن شعبة صوبر رضي الله عنه أن اكتب إلي أي اكتب إلي إي صوبر بشيء شيء وسمعته وأتم غشي من رسول الله صلى الله عليه وسلم وحد نبي كم غشي إي صوبر مغيرة عرض علمه يكرا قائل جريد معاوية وكو أبيك هذا السلالي فكتب المغيرة المغيرة وقر إليه إلى المعاوية أي وقر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان وحوها النبي ينهى مدر عبادتك كان هيه عن جيل وطالح وحال يري وحو يري وحال يري وحو يري جيل وطالح النبي عليه الصلاة كان هيجري وإضاعة المال مالك أول ضيعه غير أن مناسبة هي الغدة هذه الغبة هي النبي كان هيجري وكثرة السؤال سؤال شفرض الضلال هو النبي ذاتك من هي يمكن هي سؤال شفرض الضلال ما في عنده سؤال شفرض الضلال سؤال شفرض الضلال وهذا هذه كأهين بافركة ملك الميتاوة يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسوكم بينهم يا ويدينينا وهو ده سؤالنا انا قلت له تيلا يديك ليك يا ابو حميد المرجيني ده وتور كده المرجيني ده ومن وعن منع هي وهات وعن منع هي وهات ونجمنا في شخص وهو الوجود وهو منع ودينه منع فهو واجب كهاي يقول كلي وانا جاي اتحملها ومنع وعن مرع في جوه وحدينا غفو يو هاتي كان كان ركض قلوب يو يسمي ايدي ايدي ومولي انا ما بيعرفي
waxaa la cunayo waxa la yaabay oo ku qadiyay jiray mulooyinka
منهم الا كذا عام يقولون اضل سبيلا غيره. مثل ما يا بايو قبل انه عن غلي ويري يا مركي خوغا سو كرتي اني انت على سو اكاتي شنجر جنجر مركي قبل انه عن مركي انه لو جعي هيا نقو ربارا هيا انتا غوذي بان كنكي انتو جو غي بان يا قو اصل هابا نقول يا بان كاتا عيد لكي تتا ايلا هاي وي ابا ايلا نكي تتا ايلا لا سو كرتا والو يا بايو يا بايو حسنت على مشاهد العزيز بما هو رمضان سمعت ابن عيين قال كنت سمعت ابن المكتب سمعت جابر الله رضي الله عنه يقول ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم نبي قال لم اقل دين عن شيء قط ولي نبي وحده لم اقل دين فقالوا اذا لا ما يبقوا سيني ما رجلنا هذو مركع حيو الدين هذو مركع حي دين قلت هذا اللي هو العكس بقول مركع الناس الله يا مسيرة لا وفي عمره وبلغ هذه الغرفه باب هذا باب المال صالح ومالك ونفسه كل ملك صالح قفك ونفسه بوفي عليه مالك ونفسه ونكون نفسه وقف ونفسه حدثنا عبد الله بن يزيد بن عمر قال حدثنا موسى بن علي قال قد سمعت ابي بن غياث بن غياث يقول حال ليه سمعت عمر بن عاص بن غياث رضي الله عنه قال بعث الي الي النبي صلى الله عليه وسلم نبي الايا قبل يصبر فامرني وحيبه امر نبيه ان اخذ علي ثيابي وسلاحي ثم اتيه من بيت في صدره والنبي قال له يري ولد عمر بن عاص كم كان سوقاده كم كان لبس كاده كان سوقاده ايه هو فقلت له يصبر فعلت واهي هل فاتيت والنبي قال له فزلت السيمه يوم فكان النبي من يرحمه ويتوضا ويسيتنا يا نبوي فسعد إلي البصر ثم صحطاء ونبوي سيتنا يا نبوي يا نبوي فكاس نبوي قرئي في بيه سعد إلي نظرة ثم صحطاء فتغطي بيه لبسيها الوضيع ثم قال ونبوي يا عمرو إني أريد أن أبعثك على جيش فيغنمك الله waxaan jiranayaa inaan ku jiro oon ciidan ugu daro yacni aan baxdo oo fayuqnima kallah ilaahay uu kariimo badan ku soo bixiyo oo adcaru laka ducbatan adfacu laka dufcatan min almaal kariimo badan baa ilaahay ku soo bixin doonaa maalkaabna wax fiican baa kaa siinaya وأجعل لك عزبة من يعني من المال بالبدات صالحة ونكسب يعني سيسمع يا عبية ونكسب ما صار كاتبه قلت وحن ربلي إني لم أسلم رغبة في المال ما نسو إسلامي وما نسو إسلام رسول إلهي رغبة في المال جعل المال جعل كيف ما لديش إسلامي بدأ وتوكي لك انما اسلمت وضوء اسلامي وحقص اسلامي ورغبة في الاسلام لا لماذا تعالى ان تعالى فاقول مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسول كان عيسى هنا هذا وعلى وعي امر ويلي ما يسدون ان هذه ما يسدون ان راعية ان الرسول كان عيسى هذا جعل في الاسلام يا قصة اسلامي حول جعل قصة رسول الله فقال وفي رسول يا عمرو عمرو نعم المال صالح للمرء صالح نعم المال الصالح مالك وما يكسب بعد عمله في المرء الصالح قفك وما يكسب مؤمن كي صالح ونصف يعني هاي اللي بل وما يكسب مؤمن كي صالح خلفه وقال بيتمية أكل أمه كسبني باب من أصبح آمنا في سرم من أصبح قفي وابري استؤامنا الحافية في سرم في أهلي أو في جماعتي حدثنا بشر بن محرم يعني محروم بابا والرمي قال فقد حدثنا مروان بن معاويه عن عبد الرحمن بن ابي سقيحه الانساري القبائي عن سلمة بن عبيد عبيد الله بن محسن الانساري عن ابيه رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحي النبي من اصبح مبكي واثر امنا حاشيه سوى امن في سربه في نفسي نفسي تامن ومعروف الزراعه في ملكه نوى يعني ملك يسي ماشي يعني حكومي اما في بريكي او في جماعتي جماعتي تتحدث سوى امن غبي هو فريس
جيرتيتنا وعافيمات قلبا. عنده طعام يومي وحيثا مالكا وحعوني لها مالكا وحقوق لي لها وحيثا. فكأنما حيث له الدنيا الدنيا إذن وحلوه قوي ولم يرد إنه أصبه نبطه والمبريون وإهل كيس نحيث نبطه تلكي سنة وعافيمات قلب عافيمات وقوة بريسل مالك أوله عن الله أنا هو هسا بكبر أبي يسعى مالك أوله هو قليلا بريم هو عن الله إلا إباعي قلت رب الغيب بريم هو عن الله إلا إباعي رضي الله مالك أوله عن الله هو هسا فكأنما يجد له الدنيا الدنيا إذن مفلوط في يد ولمده هو كبير من الغفة الله كامل يمين أبو النفس نفتطيب لماذا يذيب أبابي حدثنا إسماعيل بن أبي هويس ما بفر حدثني سليمان بن بلال عن عبد الله بن سليمان بن أبي سلمة الأكلمي أنه سمع معاذ بن عبد الله بن خبيب الجهني يحدث أصول كشكين عن أبيه أبيه عن عمه أدير كيف فلسي ورن يا أبون أدير كيف أبا سيدي بقورني يا رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عليهم نبقى أيها قصوا بحيث حابتهم وعليه أثر غسل سونه بركة سوقة بيستي وبرس باك موقعنا يبيا كفيا وهو طيب النفس نفسي ثلاثة ومحتفة فظلمنا وحرم عليني أنه أذن بأهله إيه الكيدين وظفر من أنا ما أركز أستمر حزنائه قلنا واحد يا رسول الله نراك طيب النفس أبو أكيد أفضل الآن وفرح تبها قال أبو أجل الحمد لله نعم أكثر فرح تبها المانت والحمد لله إلهي بمان ثم ذكر الغنى غني من يبقى لك حكي فرح أفضل من غب غريا قال رسول الله يوم صلى الله عليه وسلم إنه لا بأس بالغنى لمن اتقى إلهي كبق أيوه قد يدمد رحمة الفحورة فإن أحركم أجواء قبق إلهي كبق أيوه والصحة لمن اتقى خير من الغنى والصحة عاقماتك يا خير من الغنى قد يدمد كل خير بنا لمن اتقى قبق إلهي كبق أيوه صحابة عاقماتك يا خير بنا أي وحلة بداية قبق وحلة فيه ولو نحب يوحق ونحمد بلوين عليه وعاقماتك وطيب النفس نفسه يعني لماذا يدعي ولك يدنا من النعيم نعمة ركاهات يا رحى الله يقف كل نعمين يكم مثال إنه نفسي صديم تاي مركز تو اسكفر عفية ايو ودقية يا قلبه ونعفية ايو انا عفية دقينات هي فرح اديلا يبو اذابه ومن النعيم ورحى مغم 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 عجل وحوة الثلاثية وطيب نفسه من الوحو الموال حتى انا وح راحة يوحد جنانة منكم من عروا واحد واحد كبيرة حدثنا إبراهيم بن منذر بن نور قال قال حدثنا معني ونور عن معاوية عن عبد الرحمن بن جبير بكور بن نفير عن نبيه عن النواس بن سمعان هذا التاري رضي الله عنه أنه سأل رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله يقول لي عن البر والإثم بر محلي ولا هو حيوان والإثم سر يكون واضح هذا المثال وقال الوحش لنبي صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق بكر مواطن عدل ونحسن والاسم ما حاك في نفسك تبدل نوه وحي نفع بكل من الغلق وحي عمبا وخمبا وحي عمبا وهذا وحي نفع بكل من الغلق هو كريت ان يطلع على الناس تصوير هو اكان ابي شمس طلع نوحا
الناس لازم يكون بيد الله. لقد فعلت بديع أهل المدينة في المدينة أيها بين فتح قيلة أيها سمتني تحديد واحد قيلة هو يا خير يا سليل النبي فانطلق النار تنتي ويجع عن قبل الصوت ماشي كيلو في رسالة الله صوت على الواقع يدوه فقدر قيلة صوت في رسالة يا صوت فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم نبي أكبر في مدر ماشي قيلة في رسالة وإن من المعروف معروف وحاكم بذا
ولادها هنا هم بيزوا فيه لا يحيك أنا عارف هم يلعب بيهم تبع بيهم هذا في صورة قبلة الواحد كنت أستنى ولادي وهاي تعب شيء الأول الواحد قبل وين ما يصير وين بقر صار يا بني مش هو واحد عنده الواحد ألف وطار صار هاي عروق وحصل كذا الواحد اللي صار صوم هذا هم بيزوا تأكل هذا العيال تبع قلوب يا وهذا التأكل هاي كلهم نبي ولادي على الصين أبو ما يجيب من عون الملهوف ما يجيب واحد واجب من عون الملهوف قمت بما سيطان الله كان ميعه كمين في ثورة حدثنا الأوصي أوصي أيام هو وحامي قال من حدثنا عبد الرحمن بن أبي الذناب عن أبيه مكوني عن عروة عن أبي المراح مكوني عن أبي ذر رضي الله عنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم نجل واحد لو يجي أي الأعمال خير عمل لقبتك يا ما هو خير فرق قال أبو نجد والإيمان بالله وجهاد في سبيله إلهي الله الرمي وقف مؤمن وإيمان الله وجهاد في سبيله وزدي تعلم الجهاد في مرضاته يعني واحد لو وحد إلهي تعلم كي هاي النصر لكل جهاد والذين جاهدوا فينا لنأتينهم صدورنا بإلهي جهاد كمعنى وحلو مجينا في سبيلي في سبيل الله في سبيل الله في مرضات الله وحلو إلهي دعاتي دعاه ومدن وخيركو نبقى دوقي لي في سبيل الله نفس مؤبر وحلو خيركو إذن تلك الجهاد ومجاهدات ومعيطة نفسها فرطان وقد الفرط قال وضعي مسائلك حسنا فأي الرقاب أفضل أتوى الله الحرين لينا كيبو أجل بلد كما أفضل بلد وأجل بلد قال وجدوا أقلها ثمنا وهو قال إنه أقول عن بلد وأنفسها عند أهلها إيه كيف مثل أوجع لي أدونا ذا قرين يسم من ورغيس وذلك مرة بعد وعدون ذي مرة بعد لو قال مثل قال لها هو أجل بلد لحوما حكرا مواتا وأبا وضعوا كيف قال لديها مباجر بلد قال وضعوا يرسائلك هذا ما أفرأيت إن لم أستطع بعض العمل هذا واحد من سبين كرين محاصر إياه فما هذا أقولك إن لم أستطع بعض العمل قال وحي لك مطعين وضائعا أو تسمع لأخرقا طعين وذكى المين إيسا ضائعا قف يعني كلسا بائع وقف كلسا قف وذلك كلسا أيام كالمين إيسا فتوزين إيسا بائع قلت صنعوا وصمين إيسا لأخرقا قف إنو وحسبين سرى وحريد إنو سميو جوني يمعي يقال وصمين فيقال 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 فهو ربعي وحين ما يقال لأنه كبر برلعي أخرق وقف يا شيء سميت دوني أنه مزجر مالك أتا أصمين دواصدقه قال وفي أفرأيت إن ضعفت إن ضعفت حتى نقص غير وكبعي فعلت أنا أن قبع وعين قال وفي لو تدعونا من شر الشر فإن أفرأة تتصدق تصدقها على نفسه وحكلا حتى نزلك مدري كريم شر هذا أمك الإعلام وحتى بيزنك كاكاك وصدقها النفط على قصر غيثة من دورة نفط على قصر غيثة فإنها صدقة تصدقها على نفسك وصدقها نفسها تصدق عندما يتبقى حدثنا حفظ بن عمر بن عمر وقال ابن حدثنا شعبة قال ابن أخبرني سعيد بن أبي بردة سمعت أبي بن مغلي يحدثه عن جدي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم على كل مسلم صدق وفكستون مسلمة صدقاء يا رب في الدوية لك سوي جمال قواد بريض ورقوبة رقوطة بحب إنها أقول بقول لي لحظة الحملات بقف بكل دورية حبيت الله عزيزي نقع دورية بقول لي لحظة صدقاء بقول لي لحظة صدقاء بقول لي عربا قال وفي أفرأيت إلا يجد وقفتها دونها للتنين رسول في الله سوف نقيتنا يا أبو حبيت قال فلي أعمل مريم فلي أعملها عمل مرة فلي أنفع نفسه اللي بجي تأكو أنفعه ولي تصدقاء صدقاء لتوشا غير وحسابه عمل مرة
يلا أما هدومنا يجينا دون شقيبنا عارف أن المشيعون أو كافي إذا الحاجة الملهوف قفت ما تيسن وضل أقرب معاوي قول يسير أو معاوي قفت ما تيسن وضل قد ميل بأمجيه يقول لي يا مرة كرانا إيا أما وعد ميلا وعد كنت لما هيسو ميش كي من بولي يعني وكارمي أنا أقول لك أفرأيت إن لم يستطيع أو لم يفعل إنه قف كافي ما تيسن وكارمي يعني ما أولوه أما ما بي يهلم بسي إنه يهلم أرى قال فلو قبل يا أمرك المعروف ولكن الطوشة وخير كافر سنة ونعشة أي رأس قال فلو أفرأيت إن لم يستطيع أو لم يفعل خير كان دفت مفر سكاب زي أما بي يخانب قال يمسك عن الشر فإن أنه سلط وكلا دوك هو شدت ما في الله نفسي فيين شدك بي ليس المؤمن
حاجه يا ودود. حدثنا عبد الرحمن بن عميل شيبة فور، عبد الرحمن بن شيبة قال اخبرني ابن ابي الفديك يا اي ورغي عن كثير من يزيد بكوري عن خالد بن عبد الله قال ما سمعت من بطل عبد الله بن بطل رضي الله عنه عبد الله بن مسعود لاعنا عن سالم بن عبد الله ما سمعت عبد الله عبد الله بن عمر ويلقيت سالم بن ما سمعت مما قبل لعبد الله لاعنا احدا قد ولقي اسوء قبل عمله لاعنا احدا قط ليس انسانا انسانا ولا غيره يعني ولقي اسوء قبل عمله ما اردت العنب وقع وكان وهو سالم يقول مثل ذلك قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي للمؤمن ضد مؤمن كمنافق وقع ان يكون العار في العنب ولا غيره يقول العنب مناصب وقع العنب وقلت وروح وحد اكل العنب العنب حرام مبروك اله يا بني الله العنب كنت وطلبه وطلبه العنب ضد مؤمن وقفل العنب عنده هي هادسة سمع الحقيقة الوضيسة الباباء سمع الحقيقة الوضيسة عندما تكون هي هادسة الباباء الوضيسة عليها يجب هي هادسة بعمل الأسوات يوين قف كيف هي هادسة هتون مناسب هي أبو يقول عزة هتون سنوها لا يقف كيف يجب السمع قلت لا رسول الله حدثنا أبو حرور محمد بن السلام قال فلي حدثنا للفزاري عن الفضل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله اله لا يحب من جعل الفاحش المتفحش الفاحش مقهر المتفحش حماك الناديه هذا الحمار هي بلايده ولازمه الفاحش واحد يقطع حضرك الحمير افتخر المحور الظهر المحور هذا بيعطوا رساله زي ما يجي الغار ضدك ابو قصير لي قال يا جماعه كتاي وحن الخاضر ورد سياحة وعرض سياحة في الأسواق سوق وحق قايلية من المجعل إلهي ما جعله رسول الله فك قايلية وسوق بكر من الأمن بروح هذا كم سنة سوق بكر جوقة سوق وحق قايلية عن عبد الوهاب وعن قبري عن أيوب وقبري عن عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أن يهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم كما عروا يهود يا ذا المهم فقال وحيدا السلام عليكم السلام عليكم جيري بشينا فقالت عائشة مرة فأولد يا يعني إن السلام هي أن والحضارة تسوى الجيري لي وقال لي فقال عائشة عائشة مغي زوجة فقال وين مغشة فقال عائشة وحيدا وعليكم لعنكم الله وغضب الله عليكم ملكم الله يدقين في شيء نهاته لعنة الإله هاي للعنة لعنة الإله في شيء نهاته عرض الإله هاي للمقعب تعالى هو في الإنسان والمهلا يا عائش ترتيب العائش الترتيب عليك بالرزق يعني رزق يكون ذا بمرزة وترتيب وإياك والعنف والفحشة وإياك وحن كانت فيها العنف عليك يا والفحشة هذا الكفر وفي عنك قال الضحي تري أولا تسمع ما قالوا لماذا دينوا رسولكم مغلين وعلوز بالله ومياد المغلين بيت رسولك وحي إلى ذلك وين ما وارد المغلين السلام عليكم إلى ذلك قال وفجبك أولا تسمع لما قلت أنا وحن نؤذي مكي تتروج بي كذبت عليهم وان ابدي وعليكم بادرين فليستجاب لي فيهم انا والله اقبلي ولا يستجاب له في اي غضب ما اقبل يعني هو امر يعني والله يقبل اي امر كما كان يقول انا يعني اني كون قريه امر يعني امر كي يعني السلام وعليكم بادر يا وعليكم زي ولا اقول لك انا نواقص والمره دي هذا يا حمار عندنا هذيك هي تكون على الله تعالى سوق وعليكم بادر مركا ومن يوم عليه ثلاثة سنة دلعي عدي سيزيو ولا كذا غير دمري يسيين عليه سيزيو هدي حتى وهل إلاده جوابتها تلابن ونبو زينها بس
قال في حدثنا ابو بكر بن عياش عن الحسن بن عمر البكوري عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن ابيه عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. ليس المؤمن مؤمن كماها بالطعان مثل حضوره نكتهم فإن
الإيمان كيف ترون نتيجة هاي بيبين كم النقاط إنه كم النقاط الله يعني نقاط معها يعان وحلي العنب مبونة يعني سفه ما هو تدري أنت كم من نقاط الله كم العان كالعنب بغض حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي لبيان عن حذيفة رضي الله عنه قال ما طلع عن قوم قط إلا حق عليهم الله عنه ما طلع عن قوم قط اسم الله عن الله قط ورجل إلا حق عليهم الله عنه الله عنه بأخذ عدو حدث إله بأخوة هو جبس تقوم عدو فأقول صغنا في العنة إله ما أقول من لعن عبده فأعدم وفي أدوك يقول لعن هذا الحرية حدثنا أحمد بن يعقوب قال حدثني يزيد بن مقداد بن صريح عن أبيه عن جده قال أخبرتني عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر رضي الله عنه لعن بعض نقيقه أدوبيه زميت كم يدوه لعن ذي فقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر اللعانون والصديقون كلا ورب الكعبة مرتين أو ثلاثة يا أبا بكر اللعانون والصديقون يعني مكر ما هو مكر ما يا أبو بكر وصديقين تكمل يا أول المؤمنين إسلام أخوها الصديقين تكمل لها لكن نبو حدوثة يا لعنات هنا يتفق رمتها مكا اللعانين الصديقين ما يسبقون يوانا يا اللعانون والصديقون كلا ورب الكعبة فيه لا يستمع مرتين ونبوي أو ثلاثة تحول بقعه فاعتقى أبو بكر يومئذ بعد رقيقه وحري أدريه قول عمله وحري ثم جاء النبي مؤمن صلى الله عليه وقال وحري لا أعود مرضى مؤمن قال ما يرزل كلاه إن أدور لعنه مرضى بصفاته ليواتي ماي قال أتى لعنه بلعنة الله وبقذب الله وبالنار لعنة الله ولا تقول عنده عرض الهي وعرى الله يقول عن ممكن اللي يا ابو بن علي لا ابو على الرجل اسمع عرض لعنه هو عبار النطق لعنتكم قال لعنة الله ابو بن علي رحمه الله لا قادر هي ولعنة حدثنا مسلم قال حدثنا هشام حدثنا قتادة عن الحسن عن ثمرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتلاعنوا بلعنة الله لعنة الله يقول عبدنا لعنة الله يقول على يدينا ولا بقدر الله عرض الهي ولا بالنار باب لعن الكافرين قال لعن الصغير لعن حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا مروان بن معاويه حدثنا يزيد عن ابي حازم عن ابي هريره رضي الله عنه قال قيل معه يا رسول الله ادع الله على المشركين اما اقبل على الرسول كلاني انا لا اقبل وين الدبابه اما اقبل الرسول كلاني قال ادع النبي اني لم ارعاك العالم والله عارف وزرك حضاري لا يبصر بحنين ولكن بعثت رحمة من حريد على يتوضي في ونمي وما أرسلناك إلا رحمة في العالمي بيلي باب أنما وفزرك يصدر كده هذا وتوقع لقال نقل كلامي بين الناس على وجه الإفساد بالله من المغرب هذا وقع لقال وقع لقال بحلوه على وجه الإفساد وقفت هذا ذلك ايش قفت ايش قفت هذا هو قيته وهو يعني وانا السنة معها وعلى وجه الإفساد من القدر ترسو وتحلونه في النكة في التاروخ على التاروخ تازو قيدي تازو قلها حدثنا أبو النعيم قال فرح حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الهمام كنا مع حذيفة رضي الله عنه فقيل له إن رجلا يرفع الحديث إلى عثمان رضي الله عنه حذيفة واحد يقول لي إن بعد له يعني هذا الكذب كأصبح أصدق وأوصى شيلوس العثمان ينفع الحديث إلى عثمان رضي الله عنه فقال حذيفة تقول إن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول دولة لا يدخل الجنة قتات جنة مقلة قتات والنمام كذب كسكت الكلوة ولما يزيد دريا وعود دريا ولي المكة أثار الكتابة كم من أحد ذلك قدره من أحد رعينا وحكمنا وحكمنا من أحد أبجي وبدو وحكم وحكمنا انتباعته اللي وصل أيه الربا ذلك أهو يعني شعب كاتو ذي قمك وحكمنا قال أيه الربا انتباعته أبجي سوي
حدثنا مسدد يا نور النبي قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عبد الله بن عثمان بن قطيم عن شهر بن حوشب عن أسماء بن يزيد عن أسماء بنت يزيد عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم أرى أخبركم إذن شيئا بخياركم هو أخياتكم إذن شيئا من أولئك قال وحيدا جنبتها يا رسول الله قال ابن الذي إذا رؤوس قلت إلى الله وإنكم أخياتنا إنكم هو أنتم الذين كل ولي إذا رؤوا مرئي إلا عرضه ذكر الله إلهي لكم صلى الله عليه وسلم كان رسول الله لكم صلى الله عليه وسلم يعني دعاء إلهي إذا أني إلهي بكم وغنس إلهي بصور صلى الله عليه وسلم فأنا أخبركم إذن شيئا بخياركم هو يكسر بلغ ما يريد هذا قالوا هذا جدلا قالوا هذا هو المشاؤون بالنميمة وقوة نميمة لفظ عرق هي ذلك اسود الجرى المفسدون بين الأحبة ذلك الجعلة هي الفساد في الحجرية نميمة ويكون وزقاره قال كما قال يا أبيك اللي هو جايني يا ذلك أصحابها هي الجعلة أي تعلم الفساد في الحجرية الباغونة الدعاء الباغونة فإذا كان هذا يعني البراءة التي براءتها يدريها يعني أرحمتها تتغلق بيننا يعني بسقا قلت بس في تغفة أفعنا ومن ملايين ومن مقالية في ذلك الأمور لدي
صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.